الشغل الشاغل في كل البيوت هي الهم الأكبر في مسيرة أي شخص في مصر. الثانوية العامة يطلقون عليها بعبع البيوت، والبعض يراها تلتهم ميزانية ودخل كل بيت في مصر. تمضي بين مذاكرة وامتحانات ودروس، قلق وتوتر، وفي النهاية فرح أو حزن، ولا ثالث بينهما. هذا هو المشهد كل عام، ثابت لا يتغير. وفي هذا العام دخل امتحان الثانوية قرابة 580 ألف طالب وطالبة، وللعام الثاني يطبق نظام البوكلات لمنع الغش والتسريب الإلكتروني. بلغ عدد الناجحين 413,079 طالب، أما عدد الأوائل 28 ولد و22 بنت. وعن الراسبين فنسبتهم 26%. ويقدر البعض أن الدولة تنفق 1,300,000,000 جنيه سنوياً على الثانوية العامة. هي معركة الفائز والخاسر التي تنطوي صفحتها بكل ما فيها لتبدأ الحياة تفتح أبوابها مع فتح أبواب الجامعات، ليبدأ الطلاب اختبار الحياة وتحديد المصير والطموح.